إذن الآن سنقرأ ما كتبه الطلاب في صف الـ AA. اكتب عن طعام مشهور في بلادك، اكتب عن دعوة حضرتها في 80 كلمة. نريد الاستفادة من الأخطاء ومن الأمور الصحيحة في هذا الإطار. سنقرأ لشفيع. شفيع صديقي، تفضل اقرأ لنا. نعم أستاذ. العصيدة هي الطعام المشهور عندنا. نعم. تعتبر العصيدة من الأكلات المشهورة غرب أفريقيا وخاصة في بنين، وهي من الواجبات الرئيسية. وتختلف مكونات العصيدة من منطقة إلى أخرى، ففي بنين تصنع من طحين الذرة أو الشعير أو القمح. إعداد العصيدة. المكونات: كوبان من الماء، كوبان من طحين الذرة أو الشعير. طريقة التحضير: ضع الطحين مع الماء في إناء وقلبهما معا، جيد. ثم ضع الإناء أو القدرة على النار مع الاستمرار في التقليب إلى أن يتماسك الخليط وينضج لمدة 5 دقائق تقريبا، ثم ارفع الإناء أو القدرة عن النار واسك به في طبق التقديم، ثم شكل تجويفا في منتصف العصيدة وضع فيها الإدامة واللحوم. نعم، شكرا جزيلا، ما شاء الله خطك جميل جدا صديقي. العصيدة صحيح بالعين، نعم، هو طعام مشهور في إفريقيا أو في بنين، وخاصة في بنين. تعتبر جملة جميلة هذه الكلمة، استخدامها بهذا الشكل وهذا المقام جميل جدا. تعتبر نقطة نقطة من وخاصة، جيد. الرئيسية أيضا جملة جميلة. وتختلف من منطقة إلى أخرى، ففي بنين تصنع من، ممتاز، الذرة أو الشعير أو القمح. إعداد العصيدة، المكونات وطريقة التحضير، جميل جدا. كوبان من الماء، كوبان من الطحين، الذرة أو الشعير، جيد. نشاهد أيضا طريقة التحضير، نعم، ضع ثم ضع وقلبهما، طبعا فعل أمر هنا مستخدم وهذا يناسب، نعم، هنا ينضج ثم ارفع، جميل، واسكب في طبق التقديم ثم شكل، إذا فعل أمر مناسب جدا في هذا الإطار. طيب، إلى أن، هذا جميل جدا، رابط جميل جدا. ما مرادف إلى أن؟ من يعرف ما مرادف إلى أن؟ حتى. ممتاز ممتاز ممتاز. مثلا هنا أو، روابط جميلة، حروف الجر بشكل مناسب استعملها في صديقنا، نعم. وأو حرف العطف، وفي، جميل جدا. هذا الموضوع صديقي تأخذ عليه تقريبا 19 درجة من 20 درجة صديقي العزيز شفيع، ولكن عندك بعض الأخطاء الصغيرة. نقول مثلا أين، وهي من الواجبات، ها جميل، أصدقائك وجدوا الخطأ. وهي من الواجبات الرئيسية، وجبات، وجبات ليس واجبات. شفيع هو يفعل الواجبات بشكل كثير حتى ظن أن الواجبات من الأطعمة في درس التعبير. نعم، وتختلف، جميل، إلى أخرى لنشاهد. الذرة هنا أيها الإخوة، ما الخطأ في كتابة هذه الكلمة؟ بالذال وليس بالزاي. الذرة، تمام شفيع؟ طيب، إذن طريقة التحضير. ها هنا عندنا خطأ أيضا في هذا القسم، ضع وقلبهما ثم ضع الإناء أو القدرة على النار
إلى أن نقطة 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 نقطة، ثم ارفع واسكبيه. ما الخطأ؟ ضع وقلب ثم ضع واسكبيه. ثم ارفع واسكبيه. المخاطب هنا مذكر صح؟ نعم. نعم. ثم ارفع ثم ضع إلى واسكبيه، المخاطب من؟ مؤنث. هي يعني. أنت. هي. نعم أنت. لا شكل، انظر، وضع، كل فعل أمر مستخدم هنا بصيغة المذكر إلا في واسكبيه مؤنث، وهذا غير مناسب. أنا اختلط علي، هل هذا رجل أو هذه امرأة مثلا؟ لذلك واسكبه. تمام، واسكبه. ما معنى سكب يسكب أيها الكرام؟ من يعرف معنى سكب يسكب اسكب؟ وضع يا أستاذ، يعني بمعنى صب، صب، سكب الطعام من القدر إلى السفرة مثلا أو إلى الوعاء. طيب جميل جدا، شكرا جزيلا لك يا صديقي العزيز، بارك الله فيك. نريد أن نقرأ لصديق آخر. يعقوب تفضل. أين يعقوب؟ أين أيهما تريد يعقوب أن تقرأ؟ هذا أو هذا؟ نعم، كبة محشية، يا سلام، جميل. يعقوب الميكروفون معك. نعم أستاذ. لا أسمع أولا شيئا. أولا سأخبرك بكوانات المستخدمات في هذه الطبقة. نعم كيلو لحم أحمر، نصف كيلو أرز، بصل، ملح، زيت وزيتون، مرق، بقدونس، أفاوية، ماء وزبدة. زبدة. زبدة، نعم. يمرر اللحم الأحمر أولا عبر آلة ويفرم، ثم يسلق اللحم المفروم بماء وبصل مفروم، ثم يخلط اللحم المفروم وبصل جدا، يساف الملح والبهارات حسب يضاف. رغبة. نعم يضاف أستاذ، أنت قلت يساف. تمام، يضاف الملح والبهارات حسب رغبتي. جميل. ترك هذه لفترات تترك. من الوقت بعد فترات من الوقت بعد خلط جدا، ثم يغسل أرز يخلطون بعد اللحوم في أرز وخليط زيت زيتون ومرق. بعد إضافة جمع المكونات يعجن الأرز. الأرز عندما يصبح جاهزا يضاف اللحم مفروما ويشكل على شكل دائر. بعد الانتهاء من ذلك يغلي في ماء لمدة 10 دقائق. جميل. يتم إخراج كبة المحشوية من الماء وتقديمها في طبق. جميل جدا، نعم، شكرا يعقوب. الآن نشاهد أيها الإخوة الإيجابيات في كتابة هذا الموضوع، ثم ننتقل إلى السلبيات. كبة محشية، عنوان جميل. سأخبرك بالمكونات المستخدمة في هذا الطبق. جميل. هنا فقط صديقي العزيز، عندما يعني نتكلم كيلو لحم أحمر، نصف كيلو أرز، بصل، ملح، زيت زيتون، مرق، بقدونس، يعني هذه الكلمات نضع أرقاما قبلها، رقم لازم، يعني مثلا 1 كيلو لحم أحمر في سطر جديد، نصف كيلو، 2 نصف كيلو أرز، 3 سطر جديد بصل، 4 سطر جديد ملح، وهكذا. تمام، لازم أرقام هنا. طيب ما معنى أفاوية؟ بهارات. لا أفاوية ليس بهارات، بهارات بهارات، نفس المعنى، نفس الاستخدام، نقول البهارات. طيب يمرر. عارف بهارات؟ ها؟ نعم قل قل. عارف نعم. بهارات لكن أفاوية، يعني أنا، يعني أنا أفعل
أفاوية. أفاوية، نعم. لا نحن البرادو. نقول يعني عندما تقول في دولة عربية أريد أفاوية مثلا، لا أحد يفهم عليك، وأنا أول مرة أسمع هذه الكلمة. أنا سأشاهد هنا في التوقع موجود بهارات لار، نعم أفاوية، لكن هذا ليس دقيق، نقول بهارات، نعم تمام نقول بهارات، نعم. يمرر اللحم الأحمر أولا عبر الآلة ويفرم، جميل جميل، نعم. إذا لحم مفروم يعني، صح نسمي هذا، نعم استاذ ثم يسلق اللحم المفروم والبصل المفروم، ثم يخلط اللحم المفروم والبصل جيدا، يضاف الملح والبهارات حسب الرغبة، جميل جدا، حسب الرغبة، تترك هذه لفترة من الوقت بعد الخلط، جميل جيدا، لازم نقطة هنا الجيم، ثم يغسل الأرز، يخلطون بعض اللحوم في الأرز، من يخلط؟ خارج تبدو يخلط، يخلط نعم، ليس يخلطون، يخلط مجهول لازم يعني، يخلط بعض اللحوم في الأرز وخليط، ويخلط زيت الزيتون أيضا. ما معنى مرقون؟ مرق يعني أستاذ سلطة يعني مثل السلطة ها صلصة نقول إذن، أو مرق نقول، مرقون ليس جمع هذا، مرق إذا قلنا يكفي هذا، بعد إضافة جميع المكونات يعجن أو يعجن الأرز، جميل. الأرز عندما يصبح، عندما، جميل، يصبح رائع جدا، يشكل على، يشكل على شكل، يشكل ليس يشكل، نعم جميل جدا. صديقي أنت إذا كتبت بهذا الشكل في الامتحان تأخذ 20 درجة من 20، ممتاز ممتاز ممتاز، نعم جزاك الله خيرا. لكن عندنا، نعم، هل هناك خطأ لنبحث؟ أخطاء قليلة جدا فقط، عندنا خطأ واحد بسيط، ما هذه الكلمة؟ يتم تمام لدنده. تمام، هل هذه الكتابة صحيحة أيها الكرام؟ لا يوجد ياء، لا يوجد ياء، يتم، يتم، يتم بين التاء والميم، لا يوجد ياء، لا يوجد ياء بين التاء والميم، يتم أو يتم، نعم في هذا الشكل. شكرا لك يعقوب، بارك الله في جهودك. أستاذ هل يمكن أن أسأل؟ طبعا تفضل، عما كتبه يعقوب أو غير شيء. لا لا، المعجون طماطم بمعنى صلصة، صلصة أو معجون الطماطم يعني لا يستخدم. تمام شكرا أستاذ. يجوز معجون الطماطم لكن صلصة مشهور أكثر يعني، نعم. وسنقرأ عليك يعقوب، أو لا قرأنا له، علي كربلوت، سنقرأ لك أيضا موضوعا كتبته صديقي العزيز، وأيضا نريد أن نقرأ لأشخاص آخرين، لطلاب آخرين. علي مفيد، ألم تكتب شيئا؟ نعم صحيح يا أستاذ، ما كتبت أصلا. عجيب عجيب والله. من أيضا؟ أسعد آقنر، ألم تكتب شيئا؟ كتبت أستاذ. نعم أرسل أخي، أرسل، سنقرأ. أرسلت، أرسلت، أين؟ دقيقة سنشاهد، سنشاهد بعد قليل، ألم يأتي؟ طيب سنشاهد. تفضل أخي العزيز اقرأ. أستاذ ذات يوم، ليس هذا، نعم في تحتها، دقيقة لا نقرأ هذا، لا لا أستاذ في تحت ورقة، ما انتقلنا هذا الموضوع. نعم دقيقة أستاذ. دقيقة، عن ماذا تتكلم؟ دقيقة، عن ماذا دعوة. تتكلم هنا؟ يوجد عن دعوة، تمام، دعوة ممكن، ويوجد تحضير الطعام. أحسنت، يوجد دعوة ويوجد تحضير الطعام، هنا هو سيتكلم عن تحضير، عن دعوة، جميل، نعم صديقي تفضل. نعم. ذات يوم في شهر رمضان دعا صديقي اسمه خارون إلى بيته لإفطار، أصبحت سعيدا بعد درس أصول الحديث في مسجد كابو، ذهبت إلى بيته مع أصدقائي الآخرين لأن أنا لا أعرف طريق الذي يذهب إلى بيته، أما وصلنا إلى بيته فاستقبلنا أخيه اسمه عمر، جلسنا في غرفة الضيوف أولا، وضعت إليه مشمشية التي جففناها
في حديقتي ثم وصلنا إلى غرفة أخرى التي يتم فيها تغسيل المائدة. يا سلام. كان تنتظر الأطعمة اللذيذة، أكلنا كل الأطعمة بالعافية ثم صلينا صلاة العشاء وشربنا الشاي مع المحبة ثم صلينا صلاة التراويح بالجماعة التي إمامه هارون ومؤذنه عمر. بعد الصلاة شربنا قهوة وشكلنا عائلة هارون بهذه الدعوة الجميلة ثم رجعنا إلى بيوتنا. سأل أبي أين بقيت، حدثت إليه عن دعوة رائعة وأنني أريد أن أدعوه. يا سلام يا سلام يا سلام، ممتاز ممتاز. ذات يوم، مقدمة جميلة، ذات يوم في شهر رمضان نقطة نقطة، ونهاية جميلة أيضا هنا، وحدثت أبي عن هذه الدعوة وأنني أريد أن أدعو صديقي أيضا. نهاية جميلة وبداية جميلة مناسبة جدا لغرض الموضوع وأيضا الوسط والعرض، يعني نحن نسمي مناسب جدا. الآن سنشاهد بعض النواحي الإيجابية في هذه الكتابات. ذات يوم، جدا جميل هنا، دعا، هذه الكلمة أخذناها نحن واستعملها صديقنا في الموضوع. أصبح، فعل ماض ناقص، جيد. بعد، أيضا ماذا عندنا؟ مضاف ومضاف إليه، أصول الحديث. عندنا أيضا لأن، رابط جميل. أما ف، أيضا شيء جميل هنا استخدام أما ف من الدروس، من التراكيب التي أخذناها. أولا، ثم، التي، 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 جميل جدا. قليل من الطلاب يستخدمون التي، الذي. كان، أيضا جميل. ثم، ماذا هناك؟ التي أيضا هناك موجود، شيء جميل. لهذه الدعوة، ثم رجعنا إلى بيوتنا، سأل أبي، نعم بهذا الشكل، ممتاز، جزاك الله خيرا صديقي العزيز. يعني الموضوع كافي وافي من حيث المضمون، لكن نريد أن نقع أو نطلع على بعض الأخطاء الصغيرة. ذات يوم في شهر رمضان دعا صديقي اسمه هارون، يعني هنا دعا صديقي اسمه هارون، دعا صديقي جملة مستقلة، اسمه هارون جملة مستقلة، يجب أن نربط بين هاتين الجملتين، لازم رابط. ماذا وكيف نربط؟ كيف نربط؟ الذي، ها، دعا صديقي الذي، دعا صديقي الذي اسمه، ممكن، هارون. نعم، دعا صديقي الذي اسمه هارون إيه إلى بيته للإفطار. طيب هارون دعا فعل، أليس كذلك أيها الكرام؟ نعم بلى. أين الفاعل؟ صديقي. صديقي. أين المفعول؟ في النهاية. أين؟ أين؟ لا يوجد. لا يوجد. لا 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 لا، لا يوجد. دعا صديقي اسمه هارون إلى بيته للإفطار. طيب دعا صديقي يعني دعا هارون، من دعا؟ دعانا. آها، دعانا، دعاني هارون، دعانا نحن هنا. إذن نحتاج إلى مفعول به مناسب لإتمام المعنى. أصبحت سعيدا، جميل جدا. أيضا نشاهد لأن أنا، خطأ مشهور كثيرا عند الإخوة الأتراك، لأن أنا، لأنني، طبعا لأنني. طبعا ليس ممكن لأن أنا، لأن نحن، لأن أنت، لأنني لا أعرف. ها 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 ها، وجدت خطأ جميلا مشهورا كثيرا. الطريق الذي، طبعا الذي يا إخوان معرفة، معرفة معرفة، والكلمة التي قبلها يجب أن تكون معرفة بأل أيضا. الطريق، ثم الطريق مذكر أو مؤنث؟ طريق مذكر. مذكر، تمام، نعم نعم نعم، نعم. مذكر، تمام، لا بأس. أما وصلنا إلى بيته فاستقبلنا أخيه. الذي اسمه، لا 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 لا، ليس الذي هنا،
أما وصلنا إلى بيته فاستقبلنا أخيه. يعني هنا وضع أما ف. ما معنى هذه الجملة علي كرابولوت؟ أما وصلنا إلى بيته فاستقبلنا أخيه. Evine gittiğimizde kardeşi karşıladı. Ha gittiğimizde. Ayu. Indama. Indama. Ha. Indama wasan. Indama. Lama. حينما وصلنا إلى بيته استقبلنا أخيه أخوه أخاه. أخيه. ما إعراب؟ هل فاعل أو مفعول به؟ أخوه. ها ها فاعل. استقبلنا. أحسنت. استقبلنا أخوه. إذا قلنا أخيه مفعول به وهذا خطأ في المعنى. يعني انظر الإعراب يخطئنا في المعنى. جميل. وضعت إليه مشمشية التي. مشمشية التي. التي. تمام. التي. التي معرفة. مشمشية نكرة. أما ما. ها. ليس مشمشية. المشمش. المشمش الذي جففناه في حديقتي. جميل. علي كرابولوت هل أنتم تجففون المشمش حقيقة في الحديقة؟ نعم أستاذ. ما شاء الله. هل أنت من ملاطيا؟ يوجد أشجار مشمش. يا سلام. لا أنا في كونيا. لكن يوجد 20 أشجار. 20 شجرة. هل تبيعون المشمش المجفف؟ نعم أستاذ. هل يمكن أن يشاهد؟ طبعاً يمكن أن ترينا بعضاً من هذه الأشجار الجميلة. ما في مشكلة إذا كان هذا متاحاً. لكن الآن الطلاب سيقولون لك يا علي كرابولوت أرسل لنا مشمشاً مجففاً. أستاذ كل أشجار مشمش. ما شاء الله. بين الجدار. أين أنت في قونيا؟ هذا بيتكم وهذه الأشجار لكم. نعم أستاذ هذا بيتي. ما شاء الله أنت تسكن في جنة يا أخي. جميل جميل جدا. يا إخوان من يفوز معنا أيضا يعني له هدية رحلة إلى بيت علي كرابولوت يقيم هناك 3 أيام وأربعة ليالي ومائدة مفتوحة عنده. طيب شكرا لك صديقي. نعم بهذا الشكل إذن رأينا بعض الأخطاء عند صديقنا. بعد الصلاة شربنا قهوة وشكرنا عائلة هارون لهذه. هنا صديقي علي كرابولوت لهذه دعوة جميلة. ما الخطأ أيها الإخوة في هذه الجملة؟ لهذه الدعوة الجميلة. لهذه الدعوة الجميلة بدل. لهذه الدعوة الجميلة. ألف لام لازم هنا شرط ضروري جدا وبدونه خطأ. لنشاهد أيضا السطر الأخير. سأل أبي أين بقيت. سأل أبي من سأل. سأل أبي. سألني أبي مفعول به لازم. أين بقيت. حدثت إليه. حدثت إليه ما الخطأ. حدثت له. هل حدث صحيح؟ صح. هذا نقول. ها تحدثت إليه أو تحدثت معه. حدثته لا يلزم هنا حدث إلى. حدثته عن الدعوة الرائعة وأنني أريد أن أدعوه أيضا. نأتي بكلمة أيضا في نهاية هذه الجملة. ممتاز صديقي علي كرابولوت. 19 درجة إذا كتبت بهذا الشكل على الأقل. 19 درجة. جميل. الآن سنستمع لصديقنا براق. أظن صحيح براق. نعم سيد. نعم براق. الصورة غير واضحة. الصورة غير واضحة. يعني صور من جديد ولكن بشكل جيد. تمام أستاذ. أنا هل أنا أبدأ؟ يعني الصورة غير واضحة. هل تستطيعون هل تستطيعون أن تقرأوا إخوان؟
الصورة غير واضحة صديقي، صور مرة ثانية. أسعد أبنر، ماذا تريد أن تقرأ أسعد؟ هل دعوة أو تحضير طعام؟ تحضير الطعام. تحضير الطعام واجب، تمام هنا. نعم تفضل صديقي. سأبدأ من المقادير أستاذ. كيلوتين من الطماطم، وكيلو بطاطا، وأربع أسنان ثوم، ثلاثة باذنجان، كيلو لحم الخروف، ملح مئة، لكن جرام لا أعرف ما هذا؟ 0.1؟ نعم 100 جرام. 100 جرام نعم. أربع فلفل. أولا نشعل نار وننتقل إلى تحضير الدرج. في البداية نقطع اللحم إلى قطعة كبيرة، نسكب الملح على اللحم، ثم نزيل قشرة الباذنجان ونقطع إلى ثلاثة أقسام. جيد. ونضعها إلى ماء المالح، نحمل فيها ومررنا إلى البطاطا، نقطع البطاطا مثل القضيب، ثم نرجع إلى الطماطم، نقطع الطماطم بشكل مكعب ونكشر الثوم. جئنا إلى الدرج، نضع مقادير على الدرج بمرتب، أولا باذنجان ثم اللحم ثم البطاطا، لكن نضع بشكل مدور، ونضع إلى وسط الدرج طماطم، ونضع فوقه الثوم، وفوقهم نضع فلفل، وأخيرا للتضخيف لتضيف زيت الزيتون، ونرسل إلى الفرن في درجة الحرارة 220 درجة، وننتظر الساعة، ثم نأخذ من الفرن وجاهز للأكل. جميل 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 جميل، نعم شكرا لك صديقي. نشاهد إخوان، إذن هو تحدث عن مكونات الطعام وطريقة التحضير لهذا الطعام. جميل، المقادير جيد. أول إذن ذكر المقادير بشكل جيد، ثم انتقل إلى طريقة التحضير. أولا نفعل هكذا ونفعل هكذا، تمام، ثم نفعل هكذا، نقطع نسكب، ثم نزيل قشرة الباذنجان ونقطع إلى ثلاثة أقسام، نمرر البطاطا، نقطع البطاطا، ثم نرجع إلى الطماطم، جيد، ونقشر، نعم بهذا الشكل. جئنا إلى الدرج، نضع ثم اللحم ثم البطاطا، لكن جيد هنا، ونضع إلى وسط الدرج وفوقها أيضا، جميل، وأخيرا نضيف زيت الزيتون في الفرن أو إلى، نعم، فرن، نرسل الطبق، ثم نأخذ من الفرن والطعام يكون جاهزا. نشاهد بعض الأخطاء إخواني الكرام. هذا الرقم بهذا الشكل ليس مناسب، يعني هذا الشكل ليس مناسب يا إخوان في الكتابة، ليس جميل هذا. اكتب عربية، يعني لا، يعني ليس ممكن هكذا، طماطم فوق الطماطم واحد مثلا، اكتب واحد ثم ضع خطا صغيرا ثم اكتب الجملة، تمام، يعني اكتب رقم واحد هكذا ثم اكتب رقم اثنان بجانب الكلمة ليس فوق الكلمة، تمام. طيب لحم الخروف، ملح، فلفل، نشعل النار، تمام، نشعل النار أو نشغل النار،
وننتقل إلى طريقة التحضير لنشاهد بشكل سريع لأن الوقت أصبح ضيقا. نقطع اللحم إلى قطعة كبيرة، هنا المعنى ضعيف يعني أظن صحيح. كيف نقطع اللحم إلى قطعة كبيرة؟ أستاذ باللغة التركية büyük parçalara kestik yani büyük büyük kestik. يعني أصلا اللحم يأتي قطعة كبيرة. يعني اللحم يأتي اللحم يأتي من القصاب يأتي بقطعة كبيرة مثلا، لكن أنت تقطع هذا اللحم إلى قطع صغيرة لازم. منطق. نعم أظن هكذا. نسكب الملح، ليس نسكب الملح، سكب لا يمكن للملح إخوان، نقول نضع الملح. أستاذ استخدمت من جوجل. نعم. وقال لي هكذا. لا بأس، لكن الآن إذا نقول خطأ، هذا نسكب الملح خطأ، نقول نضع الملح. ثم نزيل قشرة الباذنجان. لا نزيل قشرة الباذنجان، نقول نقشر الباذنجان. نقشر. ما معنى نقشر؟ كبونه صايم. نقشر. تمام. فعل واحد كافي. لا نقول نزيل. نقول نقشر الباذنجان ونقطعه. نقطع ماذا؟ أين الفاعل؟ المفعول؟ أين المفعول؟ نقطع. نقطعه إلى ثلاثة أقسام لا يحتاج إلى ألف لام. ونضعهم هم للعاقل. لا أستاذ يعني أنت قصدك نضع الضيوف إلى الماء المالح. إذن ونضعها غير عاقل. طيب نقطع البطاطا ثم نرجع للطماطم. تمام. نقشر الثوم. درج، أنا لم أفهم الدرج. أستاذ تبسي. درج ليس تبسي. شكمجة. أنا أفكر ما هذا الدرج يا أخي عندكم، يعني شكل مختلف. تضعون الضيوف في الماء والمالح وتضعون الطعام في الدرج، هذا ليس مناسب. نقول الصينية أو الطبق. تمام. طيب بهذا الشكل. إذن ليس فوقهم أيضا، فوقها. وأخيرا أضف، ليس تضيف، أضف زيت الزيتون وأرسل إلى الفرن أو نرسل إلى الفرن وننتظر ساعة وهكذا يكون الطعام جاهزا. شكرا جزيلا لك صديق العزيز. نريد أن نقرأ. دقيق، من كان؟ يعقوب، ليس يعقوب، من كان؟ براق. بسرعة يا براق، بقي وقت قليل يا براق. براق أين أنت؟ براق. أنا أستاذ. بسرعة يا براق. هيا. تمام أستاذ. حوش مريم، هذه الحلبة مشهورة في بلقيسر. المكونات لهذه الحلبة لتر من الحليب، نصف ملعقة حلبة المنفقة، كأس من الماء السميد، واحد صفار البيض، ثلاثة كأس من الماء السكر ناعم، 50 جرام من الزبدة، للختمة قليل قرفة. جميل. أولاً تذوب الزبدة ثم يضاف السميد ويتحول إلى أصفر ذهبي. نضيف المنفقة إلى حليب ثم ننتظر 5 دقائق، ثم نضيف السكر إلى السميد ونحرك بملعقة، ثم نضيف الصفار البيض إلى السميد ونحرك مرة أخرى. نضيف هذا المزيج إلى الحليب، ثم نضع المزيج على النار ونحرك بملعقة دائما لئلا تمسك القواعة عندما يبدأ في الغليان. جميل. نغلقه بعد 15 دقيقة، ننتظر بعض الوقت. بعد الانتظار نضعه على الأطباق، ممكن إضافة القرفة إلى الحلبة. هنيئا لكم. شكرا جميل، قرأت بشكل سريع وجميل ومناسب أيضا، بارك الله فيك صديقي العزيز. يعني ما بقى